والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الله محسن ولي أمر لطالب وطالبة في أكاديمية الجزيرة. أنا سعيد جدا بوجودي هنا لطرح انطباعي عن مجموعة تعلم للتعلم عن بعد، وأنا سعيد جدا بهذا البرنامج، فهو برنامج منظم وموسع ويشمل جميع الحصص الدراسية حسب الجدول الدراسي، وعلاوة على ذلك يضع مصلحة الطالب في أعلى أولوياته. وقامت المجموعة مشكورة بإرسال الرسائل التوجيهية والنصائح الإرشادية لمعرفة كيفية استخدام هذا البرنامج ولضمان تحقق أعلى مستوى ومعرفة الاستخدام خطوة بخطوة. هناك الكثير من المزايا لبرنامج تعلم عن بعد، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، فتقديم الدروس والتقييمات اليومية للطالب، بالإضافة إلى أوراق العمل اللي موجودة والألعاب التعليمية، وأيضا الدروس المسجلة سواء كانت الصوتية أو المرئية للصفوف المتقدمة. أما لو نرجع لصفوف رياض الأطفال والمراحل الأولى، لاحظت أن هناك الكثير من المرونة سواء لأولياء الأمور أو للطلاب، بحكم أن التحكم جدا صعب في هذه المرحلة. فهناك برنامج كلاس دوجو، والذي يتيح لولي الأمر بتحميل الدرس حسب الحاجة وحسب الوقت الممكن، وأيضا التسجيلات الصوتية التي تسهل للطالب الرجوع إليها وقت الحاجة واستخدامها كمرجع موجود في البرنامج لحل الواجبات اليومية. كما ذكرت سابقا أن مجموعة تعلم قامت بدمج التكنولوجيا في التعليم منذ حوالي 5 سنوات، لهذا فالموضوع لم يكن بالجديد سواء على أبنائي أو أبناء أكاديمية الجزيرة، فكانوا هم متحمسين جدا لحضور الحصص اليومية أولا بأول وعمل واجباتهم وتقييماتهم اليومية والأسبوعية. وهنا أيضا تسعني الفرصة أن أشكر المدرسين القائمين على تصحيح هذه التقييمات اليومية، وأيضا تحفيز الطلاب سواء بتشجيعهم سواء بالكلمات أو بالشهادات التقديرية. وهنا أيضا تأتي روح المسؤولية، فالطالب يحس بالاعتماد على النفس وروح الاستقلالية في هذه المرحلة واعتماده على نفسه في حل واجباته اليومية. وهنا أيضا لا ننسى دور أولياء الأمور والذي يقع على عاتقنا الكثير في تشجيع أبنائنا في حضور حصصهم اليومية ومراجعة الدروس اليومية معهم، وأيضا الرجوع إلى المدرسة وإلى المعلمين في حالة إذا هناك أي عوائق تعوق هذه السلسلة التعليمية. أبناء الطلاب، أنتم جيل المستقبل، ومن على هذا المنبر أحثكم بالالتزام بحضور الدروس اليومية وعمل التقييمات والواجبات اليومية، وأيضا الاعتماد على النفس والإحساس بروح المسؤولية. والشكر موصول لأكاديمية الجزيرة من إداريين ومشرفين ومدرسين لما يقومون به من جهود مبذولة في مواصلة مسيرة التعليم في ظل هذه الظروف الراهنة. ولا ننسى دور مجموعة تعلم ودعمها للمسيرة التعليمية في هذه الأكاديمية وفي دولة قطر.